زيارة الوفد البرلماني الكبير برئاسة النائب محمد أبو العين وكيل مجلس النواب، وزيارة المصابين، لقاء مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مع الأهالي، مع الأسر، مع المصابين، مع العائلات، ومع الناس اللي كانوا أيضا في زيارات في المستشفيات. تعالوا نتابع أيضا بعد هذه الزيارة التي استغرقت يوما كاملا وفد برلماني كبير يزور سوهاج للوقوف على ماذا جرى، ايه اللي حصل، ايه هذه الكارثة اللي حصلت، ايه القطرين اللي ضربوا، ايه القطار اللي دخل ده في القطر اللي قدامه، ايه الحكاية. طبعا الشق الجنائي النائب العام والنيابة العامة، انما الشق الاخر اللي هيكون من بكرة في مجلس النواب جلسة الغد هتكون جلسة ساخنة جدا. تعالوا نشوف ماذا قال النائب محمد ابو العنين في تصريحات لصحفيين بعد هذه الجولة. لا اريد ان اتدخل في حاجات فنيه او حاجات تحقيقات، النيابه تقوم بالتحقيقات بتاعتها كامله، ونحن نثق في الكفاءات النيابيه في مصر. كل اعضاء النيابه العامه في مصر يعني كلفوا من ناحيه الامين النائب العام باكثر من 100 سؤال في تكليف رسمي من النائب العام الى النيابه العامه عشان تحققوا في كل المعلومات التي تخص الحادث او ملابساته او الصيانه اللي قبلها. طبعا في برنامج طموح جدا عامله سياده الرئيس، طموح جدا لتحديث السكه الحديد في مصر كلها. منظومه السكه الحديد دي منظومه الحقيقه بقى لها 40 سنه متهالكه ولها تحديات كبيره، وانا اعتقد ان الدوله رصدت اموال كبيره جدا للمنظومه دي لاصلاحها، واحنا شفنا يمكن الفريق كامل وزير عمل منظومه هايله وحدث الجزء والجزء الثاني جاي، وفي خطوط جديده وفي يعني عربيات سكه حي جديده والتكنولوجيا الحديثه متوفره فيها، وتم التعاقد على جزء كبير منها، وفي خطه مرسومه خلال الثلاث سنوات اللي جايه دي هتشوفوا مصر الحديثه. مصر النهارده بتتبني من جديد، وكل واحد فيكم يكون فخور ان سياده الرئيس النهارده بيبني الجمهوريه الثانيه اللي ليها معالم جديده وليها فلسفه جديده، ويهمه جدا نوعيه حياه المواطن. النهارده التارجت بتاع القياده السياسيه عندنا هي حياه المواطن، جوده حياه المواطن، عشان كده بتلاقي الاسكان المتميز، وبتلاقي المدن الجديده، وبتلاقي العاصمه الاداريه الجديده، وبتلاقي السكه الحديد الجديده، وبتلاقي المطارات الجديده، وتلاقي المستشفيات الجديده، وكل منظومه التعليم. هي دي الحقيقه جوده الحياه اللي بتترسم النهارده عشان الجمهوريه الحديثه. في تطور كبير هيحصل، وفي خطه معموله، وفي ميزانيه مرصوده ليها، وشوف التحسن اللي بيحصل. قارن نفسك خلال السنوات اللي فاتت عن اللي قبل كده، قارن نفسك 2011 و12 و13 عن 2017 و18 و20، قارن تحس ان في فرق، وتحس ان الفرق ده فرق مدروس. وانا بقول لكم اهو هتتفرجوا على مصر الحديثه في اسمى صورها، وهتتذكروا الكلمه اللي سياده الرئيس قالها، قال ايه؟ مصر ام الدنيا هتبقى قد الدنيا. وقال لما سمعته الرئيس لما قعد مره بيقول ايه؟ بيقول ان كل التطوير اللي حصل ده اللي حصل في 6 سنين عايز له 20 سنه، وان اللي حصل ده كله هو عباره عن خطوه من 1000 خطوه. تعرفوا بقى الراجل ده بيفكر ازاي؟ وعاوز يعمل ايه؟ في كل ربوع مصر. فخلي بالكم اطمئنوا، انتوا مع خياره حكيمه، مع خياره واعيه، مع خياره طموحه، عارفه طموحات الشعب، وعارفه الرؤى الجديده ايه، وعارفه التنافسيه العالميه رايحه فين، وبيبني مصر الحديثه برؤى يعني متعمقه جدا وبدراسات مستفيضه. انا عايز اقول لكم ان شعب طحطه ده يعني ده في القلب، كل صعيد مصر في القلب. ووالدي رحمه الله عليه اوصاني بيه للشهامه والاصاله والرجوله والجدعنه. لما نيجي النهارده نتكلم ونشوف التالف والتراحم، الاصاله اللي وقفت امبارح في الملحمه، اللي وقف كل واحد يقدم نفسه ويقدم دراع عشان ياخدوا منه الدم، والساعه 5 كان كل المطلوب متغطي وزياده. ونشوف النهارده كل مصر كلها القياده السياسيه والحكومه والشعبيين النواب الشعب كانوا في ملحمه محترمه، ملحمة الوطنية المصرية الحقيقية. أنا الحقيقة فخور إن أنا أكون مصري، وفخور بيكم إن كنتوا تساهموا في هذا العمل المحترم اللي اتعمل برؤى. هو ده الشعب المصري، هو ده الإنسان المصري اللي بيوقف جنب أخيه. أنا متشكر جدا. الحكومة يا فندم السريعة، لا عملوا معالي رئيس الوزراء كان امبارح في الغردقة بيفتتح مشروع ضخم هناك في الغردقة، قطع رحلته وما رضيش يفتتح، وجالكوا على طول وبداكوا عشان يكون معاكوا، هي وهو معاه السيده المحترمه وزيره الصحه ووزير التعليم العالي.
شفتوا الاستجابه عامله ازاي؟ وجالكم طياره بسرعه جدا عشان يشوف ويتابع واخد قرارات سريعه. والنهارده سياده الرئيس، النهارده سياده الرئيس بجمع كل الوزراء وقاعدين عاملين لقاء من الصبح، قاعدين بيقولوا نعمل ايه ونشوف ايه ونحلل ازاي عشان ما يتكررش الحدث ده تاني.